إذن مشاهدينا، وللحديث عن التأكيدات حول موافقة حكومة الكاظمي على إدخال لبنانيين إلى العراق بجوازات سفر مجددة يدويا تستخدم لزيارة المراقد، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل السلطات في العراق رغم مخالفتها للإجراءات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني؟ كيف يمكن يعني تجديد الجوازات يدويا وخروجها من مطار ودخولها إلى مطار؟ كيف تقرأ هذه الخطوة؟ يعني أنا أعتقد أن العراق بعد 2003 اعتمد الطائفية في سياسته وفي إدارة الدولة وكذلك في علاقاته الدولية والخارجية. نعم. اليوم عندما نتكلم عن لبنان فنحن نتكلم عن حزب الله. نعم. وعندما نتكلم عن البحرين فنتكلم عن معارضة، ونتكلم عن اليمن نتكلم عن الحوثي، وهكذا تجد الحكومة العراقية تنطلق من منطلق طائفي في علاقاتها الخارجية وفي تسهيلها لجميع القوى المرتبطة بها طائفيا أو المرتبطة بإيران وبولاية الفقيه. من هذا المنطلق تنطلق، هي لا تنطلق عموما مع جميع أبناء الأمة العربية. نعم. أو جميع اللبنانيين. فتنطلق من منطلق طائفي. لاحظ في اليمن الحكومة تدعم المعارضة الحوثية المسلحة ضد الدولة، بينما في سوريا تدعم النظام القاتل لهذه المعارضة، وكذلك في البحرين. فهي تنطلق من منطلق طائفي، جميع هذه المنطلقات هي أصلها طائفي. نعم. بغض النظر عن كيفية استخدام الطائفية، لكنها هي كمنطلق تنطلق من منطلق طائفي، بل حتى من المواطنين العراقيين الذين يختلفون مع طائفة الحكومة الطائفية لديهم الاستعداد من سلب حقوقهم مقابل حقوق أو مقابل تقديمها أعطيات أو هدايا لمن هم ضمن الطائفة مارتب أمثال حزب الله والحوثي. ولهذا سبب نلاحظ أنه المكون العربي السني الذي دمر في العراق وسحق، يا ليتهم يتعاملون معهم كما يتعاملون مع الحوثي وحزب الله وبقية القوى غير عراقية. هذه مشكلة الحكومة العراقية أصلا. طيب يعني حتى لو كان من منطلق طائفي، لماذا لا يستفيد العراق من إيرادات هؤلاء الزوار؟ قدم في البداية تسهيلات الزوار الإيرانيين، والآن للبنانيين رغم كل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق اليوم، وخصوصا لم تقرر الميزانية إلى اليوم، كيف يخاطر بهذه الخطوة؟ لا، هو لا يهمهم الاقتصاد الوطني ولا يهمهم المواطن العراقي بقدر ما يهمهم ولاية الفقيه والقوى الطائفية. نعم. التي تنتمي إليهم أو ترتبط معهم في العقيدة والأيديولوجية. هؤلاء لا ينطلقوا منطلق اقتصادي وطني خدمة للوطن والمواطن، ولا يهمهم هذا الأمر، بل العكس، قدموا تسهيلات كثيرة لحزب الله في لبنان، بينما القوى الأخرى العربية والدول المجاورة تريد أن تقدم للعراق شيئا ما هم يرفضون، لأنه لا يتعارض مع مصلحة إيران. وقد لاحظنا في قضية الكهرباء وفي التجارة مع دول الخليج، جميع هذه أغلقت وأثيرت حولها ضجات إعلامية وتهديدات نتيجة أنه هي علاقة تجارية لمصالح مشتركة بين الدول تحترم سيادة بعضها البعض. هؤلاء لا يحترمون هذه المنطلق الطائفي، هو السبب. طيب أستاذ حسين، يعني في الوقت الذي العديد من الدول الأوروبية وضعت ميليشيا حزب الله على قائمة الإرهاب وأوقفت التعامل معها، اليوم ما الداعي من هذه المخاطرة الأمنية في ظل الاتهامات المتكررة لميليشيا حزب الله اللبناني بغسيل الأموال وتهريب المخدرات في المنطقة؟ والله يا سيدي، حزب الله ما كان وجوده على الأرض وبهذه القوة لولا الدعم الأوروبي له. نعم. هذه الأساليب الأوروبية والأمريكية أنها تضع الحرس الثوري وميليشيا حزب الله على قوام الأرض. السؤال، ماذا كيف تتعامل مع هؤلاء الارهابيين؟ هل تتعامل معهم كما تتعامل مع بقيه القوى؟ هؤلاء لم يكونوا شيء على الارض لولا الدعم الاوروبي والدعم الامريكي، بل بينهم تحالف استراتيجي ضد دولهم وضد المكونات العربيه والاسلاميه الاخرى. من هذا المنطلق اوروبا تنطلق وتتعامل مع هؤلاء كادوات لتدمير بلادهم. اما مع انه تسميهم او تصفهم بالارهاب، لماذا لا يتعاملون معهم اذا كارهابيين؟ لماذا تجاره المخدرات في اوروبا يديرها حزب الله، وفي امريكا اللاتينيه يديرها حزب الله؟ وكيف هل هذا حزب الله عجزت عليه امريكا واوروبا ان تقف في وجهه وتوقف عن هذه التجاره السامه المؤذيه للعالم اجمع ولجميع الانسانيه؟ المشكله هناك تعاون، وهذه الاسماء فيها تعامل ازدواجي،
ازدواجية واضحة وفي التعامل مع قضية الإرهاب في مسميات مع حزب الله والحرس الثوري بينما مع المكونات الأخرى تعامل مختلف تماما. نعم. بل تخادم بينهم من خلال هذا الأداء. هناك من يرى أن هذه الخطوة تأتي ربما من باب المصلحة الاقتصادية للعراق في الوقت الذي يمر فيه العراق بهذه الأزمة، البعض الآخر يرى أنها محاولة لانتشال حزب الله من أزماته وبأوامر خارجية، كيف ينظر للموضوع؟ يا سيدي حزب الله ما الذي يقدمه للاقتصاد العراقي؟ حزب الله تاجر مخدرات ومجموعة قتلة، هذه هي تجارة حزب الله في المخدرات وأداءه مجموعة قتلة سواء قتلوا في الشعب السوري أو في الشعب العراقي. نعم. العراق الذي يتنازل عن كثير من حقوقه السيادية بسبب استيلاء الميليشيات عليها، لو حافظ عليها لكان الاقتصاد العراقي على خير كثير. العراق لو كان حريص على اقتصاده ما كان سمح لإيران أن تقطع عليه المياه. نعم. لو كان حريص على اقتصاده ما كان سمح بتهريب النفط، ولو كان حريص على اقتصاده لكان مسك الحدود بدل ما تهرب إليها المخدرات ولا يعرف الضرائب إلى أين تذهب وكيف تدخل هذه البضائع ونوعيتها. العراق لو كان حريص على اقتصاده لكان مسك الموانئ التي تسيطر على الأحزاب، لو كان حريص على اقتصاده لكان دعم الزراعة وهكذا. فالعراق يعني الاقتصاد العراقي لا يمكن أن يكون أي دور لحزب الله فيه بقدر ما يكون عامل سلبي لحزب الله إما بنشر المخدرات أو نشر الجريمة في العراق. وفي نفس النقطة التي ذكرتها، لماذا لا يتجه العراق لتفعيل شراكات أكثر فعالية مع دول جواره، يعني أكثر من اتفاقية تم عقدها مع دول الخليج العربي في مجال الكهرباء ولكنها لم تطبق، فلماذا تنجح الاتفاقيات مع دول بعينها؟ السبب لأنه إيران مهيمنة على العراق وهي صاحبة النفوذ والسطوة العليا في العراق وتهيمن على الحكومة العراقية، إضافة للمنطلقات الطائفية التي ذكرتها لك أنها تنطلق من منطلق طائفي مع بقية الدول والجماعات، بس تتعامل مع الجماعات الأخرى على حساب دولها. هذا أمر مستحيل أن يتقبله أي دولة، تتعامل مع المعارضة البحرانية على حساب الدولة وحساب حكومتها ومع الحوثي على حساب الحكومة الشرعية وهكذا، فهم لا ينطلقون من أي منطلق وطني أو منطلق مصلحة عامة وطنية. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.